بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الدرس بتاع النهاردة ده يا جماعة كله درس تنظيمي، ممكن انت متستفدش منه معلومات بس تستفيد منه طريقة لتنظيم الكود. السين بتاعك لو معقد جدا ومليان اوبشن ممكن ملف السي اس اس يضرب ويجيب لك صداع. احنا هنعمل حاجة كده بسيطة، تقسمه، هتزود السيليكتور شوية بس تقسمه بطريقة ظريفة تخلينا ما يحصلناش مشاكل في المستقبل بإذن الله. الموضوع هيكون سهل وبسيط جدا ان شاء الله. انت عندك صفحة الهوم اللي فيها المين بوست دي، هنا فيها كل الخواص اللي انت شايفها دي دلوقتي لحد البيجينيشن كامل. كل الكلام ده كله هنا انا هروح اخده زي ما هو بالظبط واروح احطه هنا. وقبل ما اعمل اي حاجة هقول لكم السبب دلوقتي حالا. انا عندي صفحة الهوم الاندكس دي وعندي الكونتينر الاب الكبير اللي فوق خالص، هخلي انا عنده كلاس اسمه هوم بيج بالشكل ده، وصفحة السنجل هنا هسميها بوست بيج، هنا بوست بيج وهنا مثلا ممكن نقول هوم بيج، نفصل بينهم بمسافة بداش مثلا عشان الاثنين يكونوا واضحين مع بعض. اندكس وعندي السنجل، ادي الصفحتين ارفعهم عشان الكلاس الاب بيسمع وابدأ اشتغل عليه. طيب بعد كده بقى عندي اب هنا اعتمد عليه خلاص في كل صفحة فيهم، فهاجي انا في الصفحة اللي فيها مين بوست دي بالشكل ده، ممكن مين بوست دي تبقى الرئيسية خلاص، وهعتمد عليها في ايه؟ في اني اقول له هنا دوت هوم بيج، ادي الهوم بيج المين بوست اللي فيها، وهنا برضو الهوم بيج المين بوست اللي فيها الاتش 3 اللي جواه فيه كذا، نفس القصة هنا الهوم بيج برضو الهوم بيج الهوم بيج هنا برضو الهوم بيج، كله هيكون فيه الكلام ده كله، نفس اللي انت بتعمله بالظبط هنا في الصفحة دي وفي السنجل وفي البيجينيشن برضو نفس الموضوع بالشكل ده. طب انا ليه عملت كده؟ عشان كل صفحة منه بتبقى منفردة بذاتها وليها تنسيقاتها الخاصة وما تخشش في الجروبينج والنستينج والحاجات اللي ممكن تبوظ لك الستايل وتروح من دماغك. طيب خلصت صفحة الهوم بيج كاملة، قبل ما انزل وابص تحت مثلا هشوف هل في حاجة بايظة مثلا هنا، كله تمام والحمد لله، هننزل تحت شوية. السنجل بوست دي هسميها مين بوست زي ما كانت بالظبط، مفيش مشكلة خالص. ودي برضو هتكون مين بوست ودي مين بوست، ما خلاص مفيش سنجل تاني، هي كلها اسمها مين بوست، بس هعتمد على مين؟ على اب مختلف بقى هنا، اسمه ايه الاب؟ اسمه بوست بيج بالشكل ده. وادي هنا برضو بوست بيج وهنا بوست بيج. طبعا المين بوست دي هي المين بوست دي صح؟ فهاخد انا الكلاس اللي فوق ده او اللي هو البوزيشن ريلاتيف ده احطه هنا عشان هما الاثنين واخدين نفس السيليكتور فمفيش مشكله خالص بالشكل ده، وده ما بقاش ليه لازمه. بقى عندي زرار الايديت هو اول زرار فوق وده، فهجيب دول قبليه، ده المين بوست الاصلي عشان الترتيب يكون صحيح، وتحته الايديت لينك والاي اللي جوه الايديت لينك، يا سلام الترتيب مظبوط زي الفل. بعدين الاتش 3 هنا، بعدين المين بوست بوست اوثر، نفس القصه بالظبط بالظبط زي التاني مفيش اي اختلاف. هقول لكم انا دلوقتي لو لقينا حاجه متشابهه ممكن نبقى نعمل لها جروبنج مفيش مشكله خالص. هخلص ده كله واعمل ابلود وبعد كده على طول اشوف مين اللي انا محتاجه هنا ومش محتاجه هنا وامسح ما يلزم مسحه. نفس القصه اهي البيجينيشن دلوقتي انا عندها نفس بالظبط اللي هناك، وهنا السبان برضو هحتاجها، الايكون برضو هحتاجها، الهافر، كل حاجة بالظبط هنا زي هناك. طيب هرفع تاني ملفين سريعا سريعا عشان نشوف لو عملنا اي تعديلات. وادي سي اس اس، ما تنساش تديها كنترول اف 5 كده محترمة عشان تظبط الدنيا. ادي كنترول اف 5، كل حاجة الحمد لله زي ما هي بالمسطرة. وادي زيرو دبليو بي الصفحة الرئيسية، كنترول اف 5 مفيش اي مشكلة والحمد لله كله تمام زي ما انت عايز بالظبط، وقسمت الصفحتين بقوا مختلفين عن بعض تماما. وابدأ بقى بدع براحتك. بدع ازاي؟ الصفحة بتاعت البوست بيج انا مش عايز المارجن رايت والليفت اللي انا قلتلكوا عليهم اللي هم بتوع الاسهم مثلا اشيلهم، تمام. هو اصلا هنا في اسهم مفيش، الشيفرون رايت والليفت فين؟ مش موجودين اصلا هنا. طب انت هتحطهم؟ والله ممكن احطهم، هتحطهم يبقى احط الكلاسز بتاعتهم، مش هتحطهم يبقى احنا مش محتاجينهم حاليا. طيب جميل جدا. ايه تاني؟ اللاست تشايلد واللي هي السبان والايه، اللاست تشايلد انا عامل لهم فلوت رايت اللي هي دي، وعامل لهم مارجن رايت 15. شايف هنا مفيش رو زي ما قلنا في الدرس اللي فات، فمش محتاج المارجن رايت ده. نفس القصه في التاني ليفت، مش محتاج المارجن ليفت برضو، تمام كله تمام. دي محتاجه دي محتاجه الاي، كل الكلام ده كله محتاجه برضو مفيش مشكله.
الاي دي يا جماعه اللي هي فين؟ اللي هي هنا واخده اللون ده، ماشي تمام محتاجها. طيب البوست كونتنت ممكن اخلي اللاين هايت بتاعه 1.8 مش 1.7، خلاص انا جوه الصفحه بتاعتي براحتي بقى ازود اللاين هايت شويه مفيش مشكله. الايمج بتاعتي ممكن تكون هنا صغيره في الهوم اكبرها هنا برضو اتس اب تو يو عادي. اللاين او الفونت سايز بتاع الكلام اللي هو الخطي ده كله هنا انت في الصفحة الرئيسية عملته مختلف عشان خاطر الصفحة صغيرة مفيهاش مكان، انت هنا عندك الصفحة واسعة عيش حياتك فتكبر الخط هنا. كل اللي عايز اوصله لك من الهري اللي احنا قلناه ده كله ان انت تفصلهم عن بعض ومش مشكلة لو في سيلكتور زيادة تبقى تظبطهم في الاخر خالص وتعمل لهم جروبينج مع بعض، بس في مرحلة الديفلوب كده تكون مقسم شغلك كله مع بعض عشان ما يحصلش اي مشكلة في المستقبل والكلاسات تخش ببعض والدنيا تضرب. لحد دلوقتي الحمد لله عندنا صفحة هوم زي ما انت شايف مختلفة تماما عن صفحة البوست في كلاسات CSS، ايا كان تشابههم مع بعض في حاجة بس مختلفين مع بعض في ان هم كل واحد ليه سيليكتور مختلف نتعامل معاه لوحده. لحد دلوقتي خلصنا موضوع التنظيم، ما تنساش تنظم شغلك بالشكل ده عشان هنكمل على كده بإذن الله في جميع الصفحات. يا رب يا جماعة الأسلوب التنظيمي يكون عجبكم، زي ما قلت لك في آخر الكورس أو بعد ما أنت تخلص خالص تقدر تعمل الجروبينج في الآخر خالص بإذن الله. أشوفكم إن شاء الله في الدرس الجاي والسلام عليكم.